صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهان، صباح الخير يا جميع جماهير نادي الاهلي العظام، صباح الخير لاعضاء نادي الاهلي كلهم بكل فرحهم، ربنا يحفظكم من كل سوء يا رب. وان شاء الله احنا النهارده الحلقه بتاعتنا هتكمل الجزء الاولاني بتاع الاخطاء الشائعه في التمرين اللي ممكن بنتفاداها عشان ربنا يحفظنا من كل شر واصابات يا رب، وبالتالي نعمل نتائج احسن ونبعد عن اي اصابات. النهارده الجزء الثاني هنشتغل بقى بالدمبل، ايه التمرين اللي بتلعب بالدمبل او بالبار برده بتلعب غلط لمعظم او مختلف عضلات الجسم. تعالوا النهارده برده انا اخطط لكم تمرين الشولدر بريس او الكت التجميع زي ما بقول عليه بالعربي. طبعا احنا احسن حاجه احنا نلعبه واحنا قاعدين، بس في ناس بتبقى ادفانس شويه بتحب تلعب التمرين ده واحنا واقفين، مفيش مشكله. احنا برده النهارده جايين نقول حتى لو انا حد ادفانس ممكن العبه صح ازاي وابعد عن اي اصابات. اتفقنا في الحلقات اللي فاتت ان احنا اي تمرين واحنا واقفين لازم رجلي تبقى واقفه بمستوى كتفي، ما ينفعش ابقى واقف عامل كده او واقف عامل كده، ده غلط. لازم بمستوى كتفي، المسافه اللي بين كتف اليمين وكتف الشمال هي نفس المسافه اللي بتبقى بين رجلي اليمين ورجلي الشمال زي ما احنا واقفين كده بالظبط. ده بيديني كنترول احسن وبالانس احسن، وبالتالي بيبقى كنترول على الوزن اللي بلعب بيه ايا كانت التمرينه ايه، وفي نفس الوقت بدي نتيجه واداء افضل، وبالتالي طبعا انا بحس ان انا جسمي اتغير للافضل. لكن غير كده هحس باصابات وهيحصل لي فعلا اصابات، وفي نفس الوقت جسمي مش هيتغير فيه حاجه. تعال ناخد اول تمرين اللي هو شولدر بريس زي ما اتكلمنا. بقف بمستوى كتفي، بطني مشدوده، صدري مفرود، بص قدامي في المرايه طبعا او في اي مكان ببص علينا على نفسي. دايما يا جماعه كوعي بيبقى لجوه شويه، الناس اللي بتلعب كتفها لبره او كوعها لبره ده غلط للاربطه، لان نوع المفصل اللي بشتغل عليه كوع وحك ده بيبقى سهل الخلع وسهل الاصابه، فبالتالي ما ينفعش افتح قوي كده ابقى لجوه سنه عشان ابقى كنترول عليه وامنع اي اصابه على المفصل ده. فبالتالي بقى في الكوع القدام الدمبل بيبقى باصص لوشي، ما ينفعش يا جماعه العب كده، الناس بتلعب كده غلط على جسم الايد او منطقه الرزق الساعد، لازم يبقى البار موازي للارض على خط مستقيم واطلع. طبعا الناس بتفرد ايدها كده غلط، مفيش الكلام دوت، لازم كوعي سوفت زي ما اتفقنا في الرجلين، بنزل زاويه 90، طبعا رجليا متنيه زي ما لو الكاميرا جابتني رجليا متنيه زي ما انا شغال، وبطلع فوق رجلي سوري كوعي بيبقى سوفت. تعالوا نشتغل مع بعض كام عده، واحد وانزل يا جماعه بالراحه، اثنين. ليه بنزل بالراحه يا كوتش؟ عشان في حاجه اسمها نيجاتيف بوزيشن، النيجاتيف بوزيشن ده يا جماعه برضه بيقوي العضلات عن طريق الاطاله. خمسه، ست، سبع، ثمانيه، تسعه، 12. هي ودوت الاداء الصح بتاع تمرين الشولدر بريس. غير كده يا جماعه يبقى انا بودي جسمي في حته اصابات انا طبعا في غنى عنها، ما ينفعش ان انا اروح لها، ربنا يحفظنا من كل سوء يا رب. طيب التمرين الثاني، التمرين الثاني يا جماعه ده برضه بشوفه في معظم الجيمات او في الجيم عندنا في النادي، بشوف ناس بتعبوا دايما غلط. ليه؟ اولا برضه احنا اتفقنا، معلش انا دايما بكرر على حته الوقفه، لان بدل ما هلعب وانا واقف يبقى لازم اقف صح، دي البدايه يا جماعه، دي اللي هتخليني بعد كده كل حاجه تيجي فوقيها او يترتب عليها كل حاجه تبقى صح. برضه الوقفه بمستوى كتفي، رجليا متنيه شويه، ايدي بتبقى بره. ليه يا جماعه ايدي بتبقى بره؟ لان لازم ابعد مفصل الكتف والكوع عن الجسم. في ناس بتلعب كده، ده غلط، ده غلط. انا كده برتكز على الكتف والمفصل الكوع اللي هو الالبو، وده يا جماعه غلط. لازم افصل بره عشان اعمل عزل للعضله بتاعتي. بشتغل واحد وانزل بالراحه عشان نيجاتيف بوزيشن زي ما اتفقنا، اتنين. لازم يا جماعه فوكس والتركيز مهم جدا، التركيز يا جماعه عليه 70% من النتيجه اللي انت عايز توصل لها. لكن الناس اللي بتلعب كده ده يا جماعه غلط جدا، جسم عمال يتهز، ده غلط. طبعا كده العضله شغاله معايا بنسبه 5% بس، والناس اللي بتلعب كده ده غلط جدا يا جماعه، برضه كده انا بعمل اصابه للظهر وفي نفس الوقت عمال اتحرك بالوسط بتاعي والدمبل بيشغل معايا غلط، انا كده بعدت كل البعد عن عضله البايسبس اللي انا اصلا المفروض بتمرن عليه. فهنعيد تاني الاداء الصح، ادي واحد جسمي ثابت زي ما انا شغال، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ونكمل لحد 10. يا رب كده أكون وصلت لكم لتمرين البايسبس أو الأرم كيرل بالدمبل صح. غير كده يا جماعة لازم نركز في التمرين عشان ما نعملوش غلط. الحاجات اللي قلناها النهارده مهمة جدا 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 بالنسبة يا جماعة الناس اللي بتتمرن لوحدها، ويكون كمان بيجنر، يعني عايز حد يقول له تتمرن ازاي صح والتمرين الغلط عامل ازاي عشان يعرف فرق بين الاثنين.
وربنا يحفظ الكل يا رب من كل سوء. التمرين الثالث والاخير اللي هنشتغله مع بعض النهارده هو تمرين الارم اكستنشن، الاوفر هيد ارم اكستنشن هو ده. لازم البايسبس تبقى جنب ودني، ما ينفعش يا جماعه اشتغل كده، انا بعدت عن مفصل الكتف او بعدت عن الراس، يبقى انا كده عملت لود على مفصل الكتف زي ما قلنا اللي هو نظام كره وحب، اللي هو سهل الخلع او سهل الاصابه، فلازم اريحه، لازم افق عليه. كده انا عملت عزل ليه خالص، رجليا مقفوله طب مفتوحه زي ما انت اتفقت بمستوى كتفي، تاني رجلي شادد بطني، لازم دي اساسيات في اي تمرين. ورا راسي بدل ما انا شغال امسك هنا طبعا جزء البطن كنوع من انواع الكنترول. واحد ما فردش بقى برضو قوي زي ما اتفقنا، دي غلط يا جماعه، والناس اللي بتلعب دي كده غلط. لا التمرين صح زي ما احنا شايفين، ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة، ده تمرين الترايسبس اللي بيهدف التمرين الخلفية للذراع الثلاثية. سبعة ثمانية تسعة عشر، ده التمرين بتاع الترايسبس الصح، وغير كده اللي احنا قلناه بيبقى تمرين غلط وبيعمل لك مشاكل في مفصل الكوع وبيعمل لك مشاكل في مفصل الكتف. ودول النهارده اهم ثلاث تمارين بالدمبل او بالبار، سواء البايسبس التراي او الشولدر بريس، دول اهم تمارين لو لعبناهم حتى واحنا عايزين واحنا واقفين لازم نعرف نلعبهم ازاي. ان شاء الله الحلقات الجايه هنكمل بقيه عضلات الجسم والتمارين اللي انت هتبعتها لنا ان شاء الله، عايزين نساله بتلعب صح ازاي او ايه هي الاخطاء الشائعه فيها عشان خاطر نقدمها لكم باذن الله، وربنا يحفظكم ويبعدكم عن اي سوء اصابات يا رب. كان معاك كابتن محمد فوكس نادي الاهلي، مع الف سلامه.